شاكير برادا مدير متجر ايكيا كابو. اليوم كنحتفلوا بافتتاح ديال ثاني متجر ايكيا في المغرب، وهذا دليل على النجاح والنمو ديال العلامه في المغرب في بلادنا. هذا المتجر هذا فيه 16400 متر مربع على جوج ديال النيفو. النيفو الفوقاني فيه واحد القاعه ديال العرض اللي فيها تقريبا 3550 متر مربع، والنيفو التحتاني فيه واحد القاعه ديال الاكسسوارات اللي فيها 4880 متر مربع. الخواص ديال هذا المتجر هذا اللي ما كاينينش في متاجر اخرين في العالم، عندنا تقريبا عندنا واحد المساحه اللي تسميوها البيت الزجاجي اللي فيها تقريبا 500 متر مربع، اللي فيها واحد ليكسبوزيسيون ديال لي بلونت ناتوريل ولو موبيلي ديكستيريور العام كامل. حاجه اللي خاصه ايضا في هذا المغازان هذا هو هذا المطعم هذا اللي كتشوفوا، اللي كنقدموا فيه وجبات بنكهه مغربيه واسكندنافيه، واللي كما كتشوفوا المنظر ديالو ممتاز على الجبال ديال تطوان. قبل ما نفتحوا هذا المغازان هذا دزنا من واحد المرحله ديال التشغيل ولا بريباراسيون واستعداد للفتح ديال المغازان، وهذه المرحله ديال التشغيل هذا ركزنا فيها على الطاقات ديال الجهه. دابا وصلنا تقريبا واحد النسبه ديال 90% ديال الناس اللي خدامين معنا اللي من الجهه ديال تطوان ومضيق الفنيدق ومارتيل. هاد الناس هادو كفاءات اللي الحمد لله جربناهم وعطاو النتيجه، هاد النتيجه اللي كتشوفوا دابا في المتجر، وهذا الشيء كان بفضل التعاون والشراكه مع السلطات المحليه، معنا نابيك ومع السلطات المحليه ولا نابيك ومع المدارس والجامعات اللي كاينين في المنطقه. شكرا. هبة وزهرة مديرة المنطقة التجارية ديال طنجة المتوسط. كنحضروا اليوم الافتتاح ايكيا اللي تتمتد المساحة ديالو على 3 هكتارات بمساحة مغطاة تزيد على 18000 متر مربع. ايكيا اللي هي أول شركة اللي التحقت بالمنطقة التجارية اللي تطورها طنجة المتوسط للمناطق، تقع ما بين تطوان ومضيق. المساحة ديالها 70 هكتار، وقد تم تسليم الدفعة الأولى بمساحة 30 هكتار. ستوفر مناصب شغل جديدة، كما ستدعم الأنشطة السياحية بالمنطقة. والإضافة على ذلك فإن هذا الافتتاح في سياق متكامل مع الديناميكية اللي خلقتها طنجة المتوسط للمناطق بجهة تطوان عبر عرض لوجستي والصناعي اللي تتقدمه.